بسم الله الرحمن الرحيم. في موضوع synthesis of heterocyclic rings بنستأنف الآن، حنتكلم على مجموعة من الإغلاقات. بنقول هذه الإغلاقات القاسم المشترك بينها إنه فيها reactive intermediate. الآن reactive intermediates في الأورجانيك كيمستري اللي هي الأشياء اللي بتتكون للحظات بسيطة جداً وتتفاعل بسرعة، مر علينا بشكل أساسي منها إحنا الكاربوكاتايون والكارب أنايون، وكثير من الأمثلة اللي تكلمنا فيها كانت حقيقة كارب أنايونز بنكونها، بتهاجم على كاربوكاتايونز بتتفاعل. الآن في عندي رياكتيف انترميدياتس ثانية، منها الفري راديكالز. الفري راديكالز they are reactive intermediates. في عندي رياكتيف انترميدياتس اسمها الكاربينز. في عندي رياكتيف انترميدياتس اسمها النيترينز. الآن هذه الرياكتيف انترميدياتس هي حتكون موضوعنا اليوم. حنبتدئ بأي شغلة؟ الراديكال سايكلايزيشن. طبعا انتو عارفين الراديكال، الفري راديكال اللي هو الشيء المتعادل او حتى ممكن يكون مشحون اللي بيحمل الكترون مفرد، يعني في اود الكترون. وبالتالي تكوين الروابط في الراديكال سايكلايزيشن بتم من خلال المعادلة 1+1=2. الآن في الأيونيك رياكشنز تكوين الروابط بيكون من خلال 2+0=2. يعني كنا لما نتكلم مثلا نقول هذا نيوكليوفايل هاجم، الآن هدول الإلكترونين هم اللي حيصيروا فاينالي الرابطة. بالتالي لو سألنا الرابطة هذه من وين جاية؟ من نفس الإلكترونين. فإلكترونين هنا كونوا الرابطة، ومن هنا كانت المساهمة بصفر. في الراديكال سايكلايزيشن لا، هو إلكترون من هان وإلكترون من هان. طبعا هل يا ترى الواقع اللي موجود في الراديكال سايكلايزيشن إنه فعلا بيكون هان إلكترون وهان واحد؟ لا، إحنا عادة اللي بنعمله إنه بنكون راديكال على جهة واحدة، بنكون راديكال على جهة واحدة. بعد هيك بننظر للدبل بوند، بننظر للدبل بوند إنه هي موجود فيها إلكترونين. يعني افترضوا عندكم هذا الراديكال، هاي الدبل بوند، الباي بوند. الآن أنا بنظر لها إنه هي عبارة عن إلكترونين، وبناء على ذلك لو إجا هذا الإلكترون مع هذا عملوا رابطة، بضل هنا راديكال. هذا الراديكال بده يتفاعل مع شغلة ثانية ويعمل أكيد رابطة، مش حيضله راديكال. أو لو إجا هذا الراديكال هنا عمل رابطة. الآن لاحظوا رجعنا لفكرة الإكزو والإندو سايكلايزيشن، يعني لو إجا هذا هنا معنى ذلك الراديكال اللي ضله لبرا، فكأنه عندي إكزو سايكلايزيشن. ولو إجت الرابطة هان كأنه عندي إندو سايكلايزيشن. فالآن الفري راديكالز بشكل عام أشهر شيء موجود فيهم الحلقات الخماسية والسداسية، وغالبا الإغلاق المفضل هو الإكزو سايكلايزيشن. يعني كثير حتلاحظوا هجوم على كاربون دبل بوند كاربون مشهور في هذه المنطقة، والهجوم بيكون على الإلكترون، خلينا نتخيل هيك اللي للداخل، وبالتالي بصير عندي أي نوع من السايكلايزيشن، الإكزو سايكلايزيشن آر بريفير. خلينا نشوف الكلام من خلال أمثلة. في الأول بدنا نتذكر شو أنواع الراديكالز. أنواع الراديكالز في عندنا النيوترال راديكالز، يعني في عندنا راديكال متعادل، يعني لو حسبنا الفورمال تشارج على الذرة اللي حاملة الفري راديكال حنلاحظ انه الفورمال تشارج صفر. طبعا ممكن هذا الراديكال المتعادل يكون على كاربون وله طريقة كيف نعمل له جينيريشن بنشوفها الآن، وممكن يكون على نيتروجين. في عندنا النوع الثاني، هذول النوعين حناخد أمثلة محددة عليهم.
تفرجينا كيف بنعمل فري راديكال على النيتروجين او بنسميه امينيل راديكال من الامين، وكيف نعمل فري راديكال على الكربون. هذول نيوترال راديكالز. في عندنا بروتونيتد راديكالز، يعني فري راديكال حامل بروتون، الذره اللي حاملاه حامله بروتون وبالتالي بده يكون موجب. هذول بيضيفوا بشكل كتير جيد على الدبل بونز. النيوترال راديكالز مرات بيكونوا انسيلكتيف، يعني تفاعل تبعهم. وفي عندنا راديكالز كومبلكس تو ميتال ايونز وذ مودريت رياكتيفيتي. اللي حناخده وباختصار باختصار مش حنتوسع كثير في موضوع الراديكالز. ليش؟ لانه موضوع الراديكالز في كل الاحوال كيمياء كبيره. تمام. بشكل عام الناس اللي بيشتغلوا بالفري راديكالز مجموعات متخصصه، اهم شيء عندها عشان تثبت انه تفاعلها تم من خلال فري راديكال انه بيكون عندهم جهاز الاي اس ار. الاي اس ار اللي هو الكترون سبين ريزونانس. يعني خلينا نقول انه فكره الان ام ار اللي هو البروتون سبين ريزونانس، فكره الان ام ار قائمه على فكره مجال مغناطيسي من شحنه موجب، انه حركه الشحنه تعمل المجال المغناطيسي وما الى ذلك. الان في النهايه الشحنه الموجبه بتعمل والشحنه السالبه بتعمل والالكترون بيعمل اي شحنه بتعمل. وعشان هيك الفري راديكال قائمه فكرته على شحنه الالكترون. الان ام ار او الاي اس ار فكرته قائمه على شحنه الالكترون وتعمل مجال مغناطيسي وما الى ذلك. البروتون ان ام ار قائمه على الشحنه الموجبة. عشان هيك الجهازين بنقدر نقول عنهم ايش؟ اولاد عم. عادة اللي بيشتغلوا بالفري راديكالز مجموعات بيكون عند هذا الجهاز اللي لو مر عليكم الكترون سبين ريزونانس، او مرات بكتبوا اي بي ار الكترون بارا ماجنتيك ريزونانس. الكترون سبين ريزونانس او الكترون بارا ماجنتيك ريزونانس، وبيشوفوا فيه الفري راديكال اثناء ما بتكون في التفاعل وبيعطي اشارة بمواصفات معينة. تمام. خلينا نبدأ في النيوترال، نبدأ في النيوترال راديكالز ونبدأ بمثال بسيط. نيوترال أمينيل راديكالز، معنى أمينيل يعني تكونت على النيتروجين. لو أخذنا هذا المركب اللي فيه كلورين متصل بالنيتروجين عملنا له فوتوليسيز، طبعا الفوتوليسيز بيكسر هذه الرابطة اللي مش قوية كتير بين الكلور والنيتروجين. طبعا أي نوع من الكسر حيعمل هوموليتيك كليفيج أو كسر متجانس. يعني كأنه لو تخيلتوا أنه هنا في إلكترونين، الكسر اللي بده يصير إيش ماله؟ كسر متجانس. طالما تم هذا الكسر إذا حيتكون عندي النيتروجين راديكال. طبعا بالتأكيد هنا كان عندنا زوج الالكترونات اللي مشهور ومعروف تبع النيتروجين، هذا ما فيش فيه خلاف. فلو احنا حسبنا الفورمال تشارج هنا 5 ناقص رابطتين ناقص 3 الكترونات، 5 ناقص 5 0. اذا هذا الراديكال اللي موجود هنا هو عباره عن نيوترال راديكال. هذا الراديكال اللي هنا نيوترال راديكال. الان لاحظوا الفكره اللي قلتها، فكره السايكلايزيشن. الآن هاي هذا الإلكترون مع هذا الإلكترون عملوا رابطة، لاحظوا إكزوسايكلايزيشن. ضل عندي هنا راديكال، هذا الراديكال بياخد كلورين راديكال، تنسوش أنه طلع عندي كلورين راديكال، فبيتكون المركب اللي موجود عندكم. هذا مثال على كيف أنا أعمل جينيريشن أوف النيوترال امينيل راديكال، وكيف هذا بيسكر على الدبل بوند. ولاحظوا الكلام اللي حكيناه انه كان هنا السايكلايزيشن المفضل الاكزو ولا الاندو؟ الاكزو سايكلايزيشن، وادى في هذه الحاله الى حلقه خماسيه. الان في عندي النيوترال كاربون راديكال. عاده الكاربون راديكالز، عادة الكربون راديكالز لما بدنا نكونها، الناس اللي بيشتغلوا بالفري راديكالز عندهم مواد أولية بتساعد على انه نكون الكربون راديكال. يعني افترضوا انا بدي ابدأ من هذا المركب، يعني خليكم من هذا المركب. انا المطلوب عندي حقيقة
المطلوب عندي حقيقة هذه الرابطة اللي بين الكربون والبروم اللي فيها كم إلكترون؟ 2، إني أكسرها كسر متجانس. أوكي؟ لو كسرتها كسر متجانس هاي صار عندي أنا CH2 حاملة فري راديكال، كمان CH2O CH2 C دبل بوند C، وهذا الكلام على فرض انه صرت عامل الراديكال بامكاني هذا ارسمها بهذا الشكل، هذه نفس الراديكال اللي هناك لكن مرسوم بشكل انه بده يعمل حلقة، وبعدين هاي عندنا هنا الكترونين بده يسكر على الاكزوسايكلايزيشن، وبحسب الميكانيزم حياخد هيدروجين السي اتش 2 راديكال حتصفى مثل. الان بصير السؤال كيف عادة بتم كسر هذه الرابطة اللي هي اللي بين الكربون والهالوجين؟ الآن اللي بيشتغلوا بالفري راديكال عادة بيستعملوا هذا المركب الديازو كومباوند مشهور ومتوفر عندهم في المختبرات تاعت الفري راديكالز، هذا بشوية تسخين بسيط بشوية تسخين بسيط بيكسر بيفقد جزء نيتروجين، يعني تخيلوا انه هاي الكترون والكترون عملوا رابطة، شو حيطلع عندكم ها؟ راديكال وراديكال، بيطلع عندي هذا الراديكال. هذا الراديكال بفعلوه مع تراي بيوتيل تن هيدرايد، تراي بيوتيل تن القصدير هيدرايد. الان هذا بياخذ من هنا اتش، تخيلوا الرابطه زي هيك، حياخذ ايش؟ اتش مع الكترونها، كون المركب المتعادل. الان اعطاني تراي بيوتيل تن راديكال. التراي بيوتيل تن راديكال بيجي ياخد البي ار راديكال، حيعطيني تراي بيوتيل تن برومايد. هاي التراي بيوتيل تن معه راديكال، لما ياخد البي ار راديكال اعطاني تراي بيوتيل تن برومايد زائد الراديكال اللي انا عاوزه. هذا الراديكال اللي احنا عاوزينه زي ما فرجيناكم الان سكر واعطى من هذا الراديكال. لاحظوا الان حيجي هذا يسحب من هنا اتش، شو برد؟ ترايبيوتيل 10 بروما ترايبيوتيل 10 راديكال. الترايبيوتيل 10 راديكال بعاود يكرر هذه الخطوه. اذا كانه بمنطق تفاعلات الفري راديكالز صار في عندكم تفاعل initiation وبروباجيشن وترمينيشن عند اللزوم، يعني هذه الخطوة بس بتلزمني للبداية، أول تراي بيوتيل 10 راديكال لزمني من خلال هدول الريجن، بعد هيك نفس التفاعل بصير يطلع لي تراي بيوتيل 10 راديكال بتفاعل وهكذا. إذا هذه الميكانيزم هي عبارة عن تشين ميكانيزم. بكل الأحوال مثل هيك شغلات بده الانسان بهدوء يتدرب عليها. واضحه الفكره اللي فيها، يعني ما بديش اتوه انا كثير بالافكار. الفكره انه هاي راديكال وهنا عندي 2 الكترونز، الكترون والكترون عملوا بوند ضلوا راديكال اخذ الاتش من هنا. يعني هذه الفكره الاساسيه اللي هي السايكلايزيشن بوينت. وزي ما احنا متفقين انه احنا قاعدين بندرس كيف بتتكون الحلقه، الآن قبل وبعد الحلقة في كيمياء كتير لكن تركيزنا إحنا على تفاعل السايكلايزيشن، على التفاعل اللي بيتم من خلاله عملية الإغلاق. النوع الثاني من الفري راديكالز البروتونيتد أمينيل راديكال، يعني لو اطلعنا على المركب اللي شفناه أول مرة أخذناه كان فيه زوج إلكترونات، إذا بتذكروا اللي رسمناه بالأزرق. الآن هذا المركب لو ضفنا عليه أسيد زوج الإلكترونات شو حيعمل مع الأسيد؟ حيسحب منه بروتون، وبالتالي هنا حيصير عندكم كوتيرناري نيتروجين أتوم. هذه الكوتيرنا نيتروجين لو بدنا نحسب لها الفورمال تشارج بوزيتيف بالتأكيد، يعني هذا اللي كان أصلا زوج إلكترونات وجاب من برا من الحامض H بلس، فصار عندي بروتونيتد كومباوند. الآن هذا البروتونيتد راديكال عادة في 4 مولر سلفريك أسيد مع أسيتيك أسيد بيفقد Cl من هنا، Cl راديكال
بهذا الشكل. واضح؟ حيتكون عندنا الفري راديكال اللي موجود عندكم. لو بنطلع على هذا الفري راديكال حنلاحظ انه موجب. ليش؟ لو بدنا نقول 5 ناقص كم رابطة؟ ناقص الكترون. اذا هذا راديكال كاتايون. واضح؟ اذا هذا راديكال كاتايون. في كل الاحوال عندي راديكال هنا وعندي هنا الكترونين في الدبل بوند. شو نوع السايكلايزيشن؟ اكزوسايكلايزيشن. بتكون عندنا فري راديكال، وهذا الفري راديكال بياخذ سي ال، وعشان ما يضلوش المركب موجب الاتش بلس اللي اجت في البدايه بدها ايش؟ تفقد. ما هو الاتش بلس اجت ككاتاليست، يعني المركب الاصلي ما كانش فيه اتش بلس، المركب الاصلي اللي بنبدا فيه ان ار سي سي ال زوج الكترونات. واضح؟ فزي ما اجت الاتش بلس من الخطوه الاولى شو حيصير فيها؟ حتطلع في اخر خطوه، فهي السايكلايزيشن اللي صفي عندنا. وبامكانكم طبعا تنفذوه بهدوء وتدربوا حالكم عليه بهدوء، انه احنا بدانا بهذا المركب بدون اتش بلس، عملنا له بروتونيشن وعملنا الفري راديكال السايكلايزيشن، وبعد هيك في النهايه هل في ناتج بيطلع بوزيتيف؟ وبناء على ذلك زي ما اجت الاتش بلس بدها تطلع الاتش بلس، حيضل على النيتروجن زوج الكترونات. الان النيتروجن بوضعها الطبيعي في الدنيا ايش وضعها الطبيعي؟ 3 روابط وزوج الكترونات. فهذا زوج الالكترونات اللي كان مع البروتون هو اللي بده يصير زوج الكترونات على النيتروجين، هو اللي كان اساسا. يعني لو بدكم تتخيلوا كل العمليه عمليه كاتاليسيس، يعني اصل المركب زي هيك بدون الاتش وبدون البوزيتيف، هي زوج الالكترونات. هذا ضفنا الاتش وساعدت على تكوين الراديكال وغيره، وفي الاخر فقدت الاتش. في الاخر فقدت الاتش. في الاخر فقدت الاتش. يعني لو واحده احيانا بدها تفكر تفهم التفاعل بدون كل هذا الكلام، كيف بدي افهم التفاعل بدون كل هذا الكلام؟ يعني على الجزء الاصلي، على الجزء الاصلي، هي الجزء الاصلي، مش هذا الجزء الاصلي بدون هذول، هاي الجزء الاصلي اللي عندي، هذا جزء متعادل، هاي النيتروجين 3 روابط وزوج الكترونات. الان في كل الاحوال جربوا افهموا التفاعل، هاي الكترون 2 3 4 صحيح ولا لا؟ كل اللي صار كمحصله انه هدول عملوا رابطه هان وهدول عملوا رابطه هان. ولا في غير هيك؟ ما عدا ذلك كله كاتاليسيس. يعني في النهايه اللي بده يفهم هاي الكترونين وهي الباي 2، هدول عملوا هان رابطه وهدول عملوا صار ان رابطه وصار سي اتش 2 رابطه مع السي ال. عشان هيك من ناحية الذرات المعادلة جيدة وموزونة، والأشياء اللي دخلت ككاتاليست وساعدت لتكوين الراديكال بشكل جيد في الآخر إيش مالها؟ بتطلع. هذا الكلام نفسه، هذا الكلام نفسه حتلاحظوه بتكرر، لكن بدل ما يكون مع اتش بلس مع ميتال بلس، وبالتالي بصير الراديكال اللي ساعد على تكوينه الميتال بلس. ف لو اخذنا هذا المثال الان، بديش اتوه انا بكل هذا الكلام، بديش اتوه بكل هذا الكلام، كل هذا الكلام مساعد على تكوين الراديكال، لكن لو كنتوا انتم بدكم تفهموا هاي الان هاي السي ال وهاي الباي بوند. الان ايش المحصله النهائيه اللي حاشوفها في اخر الجواب؟ رابطه هنا، رابطة هنا. لاحظوا ان هاي الرابطتين اللي انا رسمتهم، وهذه سي اتش 2 سي ال. واضح؟ الان هذا الكلام بيتم من خلال
انه يجي الميتال يتحد مع السي ال يعمل روابط يعمل اشياء كثيره مش موضوعنا. يعني ما بديش انا اتوه كثير في موضوع الفري راديكالز. بنقول احنا ببساطه الفري راديكالز لما بتشوفوها يا اما بدها تكون نيوترال يا اما بدها تكون بروتونيتد يا اما بدها تكون كومبلكس تو ميتال ايونز. كل هذا الكلام فقط مساعده لعمل ايش؟ لعمل الفري راديكالز. لكن المفروض انه اي وحده بتقدر تتخيل في النهايه التفاعل النهائي ببساطه وبسهوله. يعني هاي التفاعل النهائي، هاي التفاعل النهائي واضح ما فيش فيه اي مشكله. بهيك الحقيقه يعني موضوع الراديكالز انا متعمدا ما حبيتش اتعمق فيه. ليش؟ لانه هو يعني بحاجه خلينا نقول الى يعني خبره من الناس اللي بيشتغلوا فيه بشكل كتير. وربما بعد شويه حتلاحظوا الكلام بالكربين والنيترين، يعني حتلاحظوا انه مجموعات بحثيه بتكون معينه اللي بتشتغل فيه. يعني مش اي طالب بيجي وبيقول انه انا بشتغل بالفري راديكال، لازم يكون ضمن مجموعه فيها مختصين بالفري راديكالز، فيها الريجنتس اللي شفتوها، بصير امر معتاد عنده تراي بيوتيل تن هيدرايد كذا كل هذا الكلام، وعنده جهاز الاي اس ار بتاكد انه قاس وشاف الفري راديكال وغيره وغيراته. النوع الثاني من الرياكتيف انترميديتس او الثاني والثالث طبعا غير الكاربوكاتينز والكاربانينز اللي بنسميهم الكاربينز والنيترينز. الكاربينز والنيترينز هذول ربما مروا عليكم بالذات الكاربين، ويمكن اللي مر عليكم الميثيلين. الميثيلين اللي هو سي اتش 2 بزوج الكترونات. وما بدناش ننسى شغله ننسى شغله انه اول ما الناس اقترحوا انه في بالدنيا الميثيلين، اول ما الناس اقترحوا انه في بالدنيا الميثيلين هذا كاربين طبعا اللي هو رابطتين وزوج الكترونات، المجموع الكلي قديش؟ 6. اول ما الناس اقترحوا انه في الميثيلين العلماء الكبار ضحكوا عليهم وقالوا لهم انتوا يعني بتحكوا تقريبا هذا الكلام في الاربعينات 1940 اشياء، انتوا بتحكوا يعني خارج الدائره خارج مفاهيم الكيمياء الاساسيه اللي مفهومه، ولدرجه انه يعني هزأوا اللي اقترح افكار مثل الميثيلين. وربما في كتاب الاورجانيك كيمستري تبع موريسون اند بويد اذا فتحتوا الكتاب كله حتلاقوا رسموا كاريكاتير عليهم يستهزئوا فيهم، فحطوا فارين بيتكلموا مع بعض، ففار بيكلم الفار الثاني بيقول له لو خلطنا كذا وكذا بيطلع كذا، فذاك الفار الثاني بيقول له he's talking a chemical talk، يعني بيحكي مفردات كيميائية but he knows nothing about chemistry. يعني اللي بيتكلم عن الميثيلين وعن الكاربين بيحكي كلام كيمياء لكن بيفهمش ايش ولا كلمة في الكيمياء. زي اليوم كتير من الأدعياء العلم أحيانا أدعياء الديمقراطية ومرات أدعياء الدين مرات أدعياء الشريعة بيحكوا كلام بتحسوا المفردات شرعية لكن بروح العلم ما بفهموش في العلم، واضح؟ وبعدين ثبت إنه الكاربين باب كبير من أبواب الكيمياء وأساسي، وإنه الناس اللي استهزأت لم تكن على حق. ربما من أكثر الناس اللي طالها الاستهزاء فانتهوف. فانتهوف أول ما اقترح التركيب التتراهيدرا للكربون لقى الكيميائيين الكبار في عصره اللي يهزقوه، هو شاب ناشئ صغير اقترح هذا التركيب، اللي يهزقوه ويقولوا عنه كلامك مش منطقي وما بدخلش العقل، يعني بمعنى انه بدهم يدمروه تدمير. وتقريبا هذا الحكي سنة 1875، لكن خلال سنوات قليلة ثبت انه كل الكيمياء العضوية
مبنية على إيش؟ على التتراهيدرال ستراكتشر تبع الكربون اللي كان من أوائل الناس اللي تكلموا فيه فانت هوف، واللي أخذ دش بهدلة لأنه تكلم فيه. ولذلك أول ما أعطيت جائزة نوبل انعطت لفانت هوف. ملاحظين أنتو؟ يعني أول جائزة نوبل في الكيمياء اللي أخذها اتهزأ سابقا على أفكاره. وربما هذا الكلام بيجيبنا على قصة، أيوة بسرعة، جاليليو والفلك وكوبرنيكس، وتعرفوا هذه الأشياء وكيف عذب من البابوية وممنوع وانت بتكفر وانت كذا وانت كذا. كل هذا المفروض يعني قصص في تاريخ العلم بتخلي الناس في كل الأحوال يعني يتواضع ويعرف انه مرات كثيرة الفكرة لما بتنحكي لأول مرة قد تبدو غريبة، لكن قد تكون فعلا الفكرة صحيحة. حتى الناس اللي تكلموا عن كروية الأرض وعن غيرها أول ما تكلموا اتبهدلوا، وبعدين الزمن، واللي تكلموا عن الكاربينز أول ما تكلموا اتبهدلوا ورسموا فيهم كاريكاتيرات، والآن احنا ايش بنعمل؟ بندرس الكاربين كعلم. احنا الان بنقول كاربين اند نيترين سايكلايزيشن وبندرسه كعلم. اللي قالوا اول مره اخذ ايش؟ دش البهدله. الان الكاربينز ربما مروا عليكم، هم ذره كربون بتتصل بذرتين وعليها زوج الكترونات. فلما انا بدي اقول كربون برابطتين، نفترض هاي ابسطها، الميثيلين وزوج الكترونات، اذا هي الكترون سيكستد، يعني كم الكترون فيها؟ ستة. الان طبعا حتضل المشكله في زوج الالكترونات اللي هنا، الرابطتين فيش فيهم مشكله. هل يا ترى زوج الالكترونات هذا حيكون باوربيتال واحد؟ هل زوج الالكترونات هنا حيكون باوربيتال واحد وبالتالي السبين ستيت تبعته حتكون صفر ونقول عنه سينجلت، او هل حتكون بتو اوربيتالز سواء كان احدهم اس بي 2 او كان عندي اس بي هايبريدايزيشن؟ يعني هنا بنحكي احنا عن هدول الثلاثه اس بي 2 هايبريد اوربيتالز ومعهم بي اوربيتال، اس بي 2 رابطه رابطه والاس بي 2 الثالث في الكترون، او بنحكي عن اس بي لينير، يعني كاني بدي اقول اتش سي اتش، يعني هذا لاحظوا الشكل كانه ايش صار لينير، وفي تو اوربيتالز بيكونوا بيربنديكولار تو ايتش اذر، عموديات زي ما بصير عندي في التريبل بوند. في كل الاحوال هنا الكترونين منفردات في اوربيتالز مختلفه، 2 زائد 1 3، فحنصير نحكي عن ايش؟ التريبلت ستيت. وبشكل عام التريبلت ستيت از مور ستيبل ذان ذا سنجلت ستيت. طبعا هل يا ترى اللي بده يتكون الكربين السنجلت ولا التريبلت اكثر؟ بشكل عام التريبلت كاربينز ار جنرالي ستيبل ان ذا غازيوس ستيت وايل سنجلت كاربينز اوكير مور اوفن ان اكيوس ميد، يعني بيعتمد على نوع التفاعل. يعني اذا انا بعمل التفاعل بالغازيوس ستيت الاكثر انه يكون الاحتمال التريبلت، واذا بشتغل في ال الاكيوس ميديا في وسط سولفنت الاكثر انه بده يكون ايش عندي؟ سنجلت كاربين. هذا بالنسبه للكاربين. طبعا لو كان بهذا الشكل عاده بنوصفه ايش بنقول عنه احنا؟ داي راديكال، يعني كانه عندي اثنين فري راديكال على كربون. ولذلك حتلاحظوا انه باختصار مرات بيرسموا الكاربين زي هيك، يعني بيقولوا هاي الرابطتين وزوج الكترونات زي هيك، او هاي الرابطتين زي هيك والكترون والكترون، فكانه هذول داي راديكالز على نفس الكربون. واضح؟ هذا كانه زوج الكترونات واحد مع بعضه، هذول كانهم تو فري راديكالز. هذا بالنسبه للسنجلت والتريبلت ستيتس اوف كاربين. طبعا النيترين شبيه فيه من ناحيه السنجلت والتريبلت، لكن النيترين هو عباره عن نيتروجين مونوفالنت،
يعني الكاربين قلنا عنه دايفيلنت، يعني في رابطتين وزوج الكترونات. النيترين مونوفيلنت، في رابطه وزوجي الكترونات. ما المشترك بينهم الاثنين؟ الالكترون سيكستيت، انه فيهم ست الكترونات، وبالتالي ممكن يكونوا الكتروفايلز. يعني الاثنين فيهم ست الكترونات، في الكاربين رابطتين وزوج الكترونات، في النيترين رابطه وزوجين الكترونات، وممكن يكونوا في السنجلت وممكن يكونوا في التريبلت ستيتس. الان الكاربينز والنيترينز طالما انهم رياكتيف انترميدياتس، اذا بده يلزمهم ايش؟ جينيريشن. يعني ما بنباعش وبنشرى كاربين ولا بنباع وبنشرى نيترين، لا، انا اثناء التفاعل بكون الكاربين وبكون النيترين. بالتالي بده يصير الموضوع درسنا في البدايه، كيف اكون كاربين؟ كيف اكون نيترين؟ كونته اثناء التفاعل مباشره حيتفاعل، كيف بتفاعل؟ واضح؟ الان اشهر طرق تكوين الكاربينز من خلال الديازو كومباوندز، بتحذف نيتروجين وبتعطيني ايش؟ كاربين. يعني لو افترضنا هذه كانت CH2، ايش بده يصير اسمه؟ ديازو ميثين، وقتها يعطيني الميثيلين. واضح؟ او الجزء الصغير اللي يفقد مش يكون نيتروجين، يكون CO اللي هو اول اكسيد الكربون، برضو حيعطيني كاربين. اذا تكوين الكربين من خلال فقد جزء صغير بالتسخين او بالحراره. الجزء الصغير شو ممكن يكون؟ نيتروجين يفقد من الديازو كومباوند. ايش يعني ديازو؟ يعني مركبات فيها نيتروجين، نيتروجينتين، دايازو نيتروجينتين. او السي دبل بوند، سي دبل بوند او، شو هذا سميناه احنا؟ كيتين. كيتين، من خلال انه الكيتين يفقد سي دبل بوند، سي تريبل بوند او، كربون مونوكسيد. هذول اشهر طريقتين لتكوين الكربين. خلينا نقول نحط في بالنا انه الكربين تكون، بعد شويه بدنا نقول ايش اشهر تفاعلاته، وحنختصرهم بكلمتين بسيطات، اديشن وانسيرشن. اذا بلغه بسيطه اللي بده يضل متذكر طول عمره، الكربين يتكون من فقد جزء صغير اللي هو نيتروجين او سي او، ويتفاعل بالاضافه بالانسيرشن الادخال. واضحه الفكره؟ بهيك بتصير الكيمياء شويه مسيطر عليها. الآن في تفاعلات تانية أقل شهرة لكن موجودة لتكوين الكاربينز، موجود كتير تفاعلات إنه يفقد HX عن نفس الذرة، زي هذه الأمثلة بطرق مختلفة، إنه من هنا يفقد ذرات، من هنا تفقد HX باستعمال ريجنتس كتيرة. خليني أنا على الطريقتين المشهورات، يمكن بيلزم انكم تراجعوا تفاعل اخذتوه بتكون فيه دايكلورو كاربين، اذا انتم متذكرين. ومن تعطينا اسمه؟ رايمر تيمان رياكشن، بالضبط بكون الدايكلورو كاربين. حتلاحظوا انه الكاربين اللي هناك بتفاعل برضه بالطرق اللي حنحكيها. الان كيف هالكاربين هذا بده يتفاعل؟ التفاعل الاول اديشن، انه يضيف على الدبل بوند. طبعا لما بده يضيف على الدبل بوند بده يعمل مع الدبل بوند حلقه ثلاثيه. الميكانيزم بيلزمها ان نرسم اوربيتالز، لكن كنتيجه تجربه، كنتيجه تفاعل مش كميكانيزم. الميكانيزم از موستلي كونسيرتد ميكانيزم، ممكن تكون فري راديكال ميكانيزم. الان كنتيجه للي بدهم الجواب سريع، لو تخيلت انا انه في عندي هنا باي بوند، كم الكترون فيها؟ وعندي هنا الكاربين، كم الكترون؟ اثنين. الان اذا افترضنا انه هذا بده يعمل رابطه هنا وهذا رابطه هنا بهذا الشكل، بكون عملت الحلقه الثلاثيه ولا لا؟ يعني الناس اللي متعودين ربما اشهر شغله كنتوا تعملوها الدينز ألدر. طبعا هذه بكل الاحوال مش ميكانيزم، از نوت ا ميكانيزم اتول، هذه بس كيف تكتبوا الناتج. الميكانيزم كونسيرتد ميكانيزم او راديكال ميكانيزم موضوع ثاني
إياكم ثم إياكم ألف مرة عشر تلاف مرة إن واحدة تقول this is the mechanism of the reaction. اللي بتقول this is the mechanism of the reaction عطول بيسحبوا شهادة البكالوريوس منها. This is not a mechanism. طريقة لكتابة إيش؟ النتيجة. الآن هنا نفس الإشي. طريقة لكتابة النتيجة إن نعمل زي هيك. إنما الميكانيزم لهذا التفاعل شيء تاني. كيف الأوربيتالز تلتقي هذا موضوع مختلف تماما بيدرس في مكان تاني. طبعا لاحظوا أنه أنا هنا لما حطيت الإلكترون مع بعض وحركتهم مع بعض كنت بتعامل مع أي كاربين؟ السنجلت. طب لو قلنا بدنا نتعامل مع التريبلت كاربين، التريبلت كاربين إلكترونين منفصلات. الآن طالما أنه التريبلت كاربين هذا تخيلوه زي هيك إلكترونين منفصلات، وهذا الباي بوند إلكترونين، إذن ممكن نتخيل أنه هذا عمل رابطة. هان مجرد ما يعمل رابطة شو صار؟ هذه كاربون عليها راديكال، وهذه الكاربون عليها راديكال. وين راحت الدبل بوند؟ انتبهوا معي هنا. ايش انتوا في عندكم؟ كسرت. ما هو هذه فكره كثير اساسيه. هنا في دبل بوند. اطلعوا المركب اللي انا مثلا بادي فيه، في ار وفي ار، كيف شكلهم؟ ترانس. بصيروا سيس؟ لا. ليش؟ لانه no rotation around carbon double bond carbon، فيش rotation. الآن لو تم هذا التفاعل كراديكال reaction عمل رابطة صارت هذه single bond، في rotation ولا لا؟ في rotation. بناء على ذلك هذا الناتج ممكن يصير لوف. طيب لو سكر، خلينا نتخيل هو بهذه المرحلة حيعطينا أي مركب؟ طب لو كان لافف سيس. إذا إيش الناتج اللي متوقع من الراديكال رياكشن؟ الترانس وسيس. ملاحظين؟ خليط من الناتجين. ليش صار متوقع ترانس وسيس؟ لسبب بسيط، إن أنا حولت الدبل بوند لسنجل بوند، ممنوع الروتيشن، مسموح الروتيشن. الآن لما هذا الكلام بعمله هان، الميكانيزم اللي هانا بنقول عنها concerted mechanism، بمعنى بتتم بخطوة واحدة. أنا بعمل الرابطتين مباشرة مع كسر هذه الرابطة، ببعطيش فرصة للمجموعات إنها إيش؟ تلف. وبناء على ذلك الترانس بضلوا إيش؟ الترانس. السبب إنه الميكانيزم في السنجلت concerted. وبناء على ذلك بيفرق كتير ان اكون بديت بسنجلت كاربين او اكون بديت بتريبلت كاربين. التريبلت كاربين في نص الطريق حيكون لي سنجل بوند، حيصير الدوران مسموح، حيصير عندي خليط من الستيريو ايزومرز. بينما السنجلت كاربين انا بتحول مباشره من الدبل بوند. الان الدبل بوند مسموح ولا ممنوع الدوران حولها؟ ممنوع. في حد قال مسموح؟ غلط لفظي، ربنا بيعفي عن الغلط اللفظي. الان انتبهوا معي، هاي الدبل بوند مسموح الدوران حولها ولا لا؟ لا. الان الدبل بوند مباشره بيجي عليه هذا بهاجم، بتلتقي الاوربيتالز، بصير سايكل. السايكل مسموح الدوران حولها ولا لا؟ برضو لا. هاي اي حلقه، لو تخيلتوا هذه حلقه، هل يا ترى مسموح الدوران حول الحلقه؟ الحلقة ممنوع الدوران حول. احنا اخذنا سابقا، وعشان هيك ظاهرة السيس والترانس وين كانت توجد في الدنيا؟ في الدبل بوند وحولين الحلقة في الروابط الأحادية. الآن أنا هنا بأتحول من وين لوين؟ من دبل بوند إلى رينج مباشرة. الآن الدبل بوند ما فيش فيها روتيشن، والرينج ما فيش فيها روتيشن، اذا المجموعات شو حيصير فيهم؟ حيضلوا زي ما هو. فبتقول الاستيريو كيمستري از ريتيند، يعني اللي كانوا ترانس بضلوا ترانس. لكن لو التفاعل تم بالراديكال ميكانيزم، اللي كانوا ترانس بيصيروا سيس وترانس، واللي كانوا سيس بيصيروا سيس وترانس. اذا انا من النواتج
بقدر اعرف انه اللي كان عندي السنجلت ولا التريبلت واي ميكانيزم. يعني لو لاحظت انه هذه الميكانيزم هي اللي موجوده عندي ببدا استنتج انه لا انا اللي كان عندي داي راديكال وتفاعل على خطوتين. هذه تو ستيب ميكانيزم. هاي الستيب الاولى هاي الستيب الثانيه. باي راديكال ميكانيزم از اي تو ستيب ميكانيزم, بينما هذه الكونسيرتد ميكانيزم از وان ستيب ميكانيزم. اذا عمليه الاضافه كم اليه الها؟ تنتين. شو هما الاليتين؟ شو اسمائهم؟ الكونسيرتد ميكانيزم اللي هي وان ستيب, و الباي راديكال ميكانيزم اللي هي التو ستيب ميكانيزم. واضح هذا الكلام؟ في السايكلو اديشن لما نيجي جزء كامل من شغلنا حيكون شرح السايكلو اديشن, حيتكرر معكم اكثر من مره. في ال 1 3 داي بولر سايكلو اديشن, في الديلز الدر رياكشن. لاحظوا لما انا توي نوهت عندكم انه ديلز الدر ما حد يعمل لي اسهم ويقول لي ذس از ذا ميكانيزم. لا, انا لما بدي اقول لكم اعمل الديلز الدر رياكشن, وات از ذا ميكانيزم اوف ديلز الدر رياكشن, يا بده يكون الجواب concerted mechanism neuroseminal orbitals, يا بده يكون الجواب two step mechanism bi radical. concerted mechanism is one step mechanism, bi radical is two step mechanism. بهيك بنكون عملنا التفاعل الاول على الكربين اللي هو الاديشن. وهي امثله عليه على السريع, مثالين بياخذوا نص دقيقه عشان ننهي. هاي مركب, انتبهوا معي قديش الكلام سريع. هاي دايازو كومباوند, فقد الدايازو صار ايش؟ كربين. الكربين ضاف هنا عمل الحلقة الثلاثية. واضح؟ تكوين كربين وحلقة ثلاثية, فالحلقة الثلاثية من الكربين. وهي هنا مثال تاني الحقيقة بيحتاج الى وقت طويل, اللي هو الانسيرشن اوف كاربينز وموضوع النيترينز فيهم الجينيريشن وامثله على الاديشن والانسيرشن. كل هذا الكلام بنخليه للمره القادمه. لكن اسمنا اتعرفنا على الكاربينز وعلى التفاعل الاول في الكاربينز اللي هو السايكلو اديشن. لما ناخذ السايكلو اديشن حنعرف انه هذا بسموه تشيلوتروبيك سايكلو اديشن رياكشن. تشيلو او تشيلي يعني تكتب بطريقتين, تشيلو تروبيك وتشيلي تروبيك. حيمر مره ثانيه في تصنيف السايكلو اديشنز نفس هذا التفاعل اللي حناخده على الكاربينز والنيترينز في السايكلو اديشن. بهيك بننهي ان شاء الله, والى لقاء قادم في المره القادمه ان شاء الله.